بطبيعه الحال احنا كنا اليوم نزيد نعود لك احنا اليوم شبيبه العمران كانت الاجدر كنا احنا نمشيو معناه بشات النادي الصفاقسي ومسؤولين النادي الصفاقسي احنا لعبنا خير لعبنا افضل احنا ضيعنا فرص هما جاتهمش فرص احنا جاتنا فرص ديما تقعد الاكسبيريونس تاع النادي الصفاقسي جمعيه كبيره مبروك لنادي الصفاقسي معناها الترشح نتاعنا نتاعها احنا قاعدين نخدموا قاعدين نتعلموا قاعدين نتطوروا كما قلت لك اول عام في الرابطه الثانيه قاعدين معناها يلزمنا احنا تهمنا الموقع نتاعنا في الرابطه الثانيه نحبوا نقدموا نحبوا نعملوا حاجات باهيه باش يكون عندنا فريق عتيد باش يقارع معناها على الصعود واحنا ماتش اليوم معناها نتعلموا منه قاعدين كل ماتش معناها نتعلموا منه وهاك شفت النيفو زاد فما نيفو زاد احنا اليوم ناقصين معناها ملاعبيه عندنا أربع ملاعبين ما لعبوش نادي الصفاقسي كيف كيف. لا شوف هو تحب الصحيح معناها تحب الصحيحة فما قاعدة في الكورة بقطع النظر حتى لعبنا اليوم احنا معناها ضد النادي الصفاقسي. نحير الأربعة ليكيبات الكبار الحقيقة هذا حق راه وأنت هابط الكل كيف الأ كيف البي لكن عملت شوية هكا النادي الصفاقسي شوف حق الناس باش تقعد جمعية كبيرة بالإكسبير حتى احنا لعبنا خير وضيعنا لكن ديما تقعد معناها هي باش تجيك معناها انت ثلاثه فرص ما تماركيش هي بتجيك فرصه باش تماركيها فما كاليتي نتاع ملاعبيه لكن رغم هذا عندنا الملاعبيه نتاعنا الباهين عندنا ثقه فيهم عندنا ثقه في الستاف نتاعنا باش نقدموا كما قلت لك عاملين برنامج رياضي للقدام وان شاء الله مستقبل شبيبه العمران ديما يكون خير من الحاضر نتاعها كنا معناها ننتصر لكن هذه ضربات جزاء ضربات حظ ما انصفتناش انصفتنا الجمعة اللي فات معناها ضد بوزيد اليوم ضد النادي الصفاقسي على كل احنا عندنا بطولة نخدموا عليها احنا عندنا في الرابطة الثانية نحبوا الرسم روحنا في الرابطة الثانية قاعدين نخدموا عاملين مشروع رياضي مبروك للسي اس اس احنا باش نزيدوا نخدموا كشبيبة العمران نزيد نعاود احنا قمنا بالواجب مع الهيئة المديرة كذلك مع تاع النادي الصفاقسي وكرمناهم وهذيك صفات معناها شبيبه العمران وهذيك توصيات رئيس النادي سي طارق حمزه الحمد لله معناها كيف شفت نزيد نعاود عندنا عائق وحيد اللي هو الجماهير نزيد نعاود بكل لطف الى السلطات المعنيه بالامر الى وزاره الداخليه الى 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 شوفوا لنا حل الجماهير نتاعنا راهو فما جماهير في عده ملاعب ما عندهمش مدارج ويدخل احنا عاطين مثال في النظافه في الاخلاق في كل شيء هاك شفت معناها الناس كل حتى خسرنا مبروك للنادي الصفاقسي ما عندناش مشكل احنا وخيان واي جمعيه جات فما شكون انتصر علينا في العمران وما عندناش مشكل معناها فهمت احنا معناها محتاجين جماهير نحبوا الجمهور نتاعنا يدخل نحبوا يشجع نحبوا معناها نعملوا معناها جو كبير في العمران شنو هو المشكل فما حاجات يلزم معناها كيما قلت لك يلزم السلطات معناها بكل لطف معناها يشوفوا لنا حل في اسرع وقت ممكن